بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب فيكم جميع في هذه القناة. أرحب في كل من يشاهد ويستمع هذا الفيديو. في البداية حاب أعرفكم بنفسي، معكم أخوكم نايف البلوي، حاصل على شهادة السيبيتش كيو من 2018، حاصل على البورد الأمريكي في سلامة المرضى CBBS، والعديد من الشهادات والدورات المتخصصه في مجال الكواليتي اند بيشنت سيفتي. من الاسئله اللي دائم تتكرر، انا سمعت عن شهاده سبيتش كيو وعندي رغبه اني احصل على الشهاده، لكن محتاج تفاصيل اكثر، محتاج اعرف ايش هي الشهاده، ايش الميزه للشخص اللي يحصل عليها، محتاج اعرف المصادر والمراجع اللي تساعدني اني اجتاز الامتحان. اسئلة كثيرة، لكن باذن الله راح نعطيكم لمحة مبسطة عن اهم النقاط اللي يحتاجها كل شخص عنده بلان او عنده رغبة انه يحصل على شهادة السبيتش كيو. اول حاجة، وات از سبيتش كيو؟ هي اختصار سيرتيفايد بروفيشنال ان هيلث كير كواليتي، هي شهادة مهنية متخصصة في جودة الرعاية الصحية، وممكن تكون هذه احد مزايا سيبتش كيو انها متخصصه في الهيلث كير كواليتي، لان معظم شهادات الجوده تكون عامه. سابقا كان يطلق على الشهاده البورد الامريكي. الشهاده نحصل عليها بعد ما نجتاز الامتحان الخاص فيها. الاختبار يقام بمراكز معتمده موجودة في السعودية، موجودة في دول الخليج، موجودة في معظم دول العالم باستثناء بعض الدول لأسباب معينة. الجهة اللي مسؤولة عن الإكزام أو عن الشهادة المنظمة الأمريكية المعروفة الـ NAHQ. طيب، إيش الميزة اللي يحصل عليها الشخص اللي معاه الشهادة؟ المفترض اي شخص معاه سيبتش كيو يكون شخص عنده نولج، عنده سكيلز، عنده اكسبيرينس في الهيلث كير كواليتي، لان منهج السيبتش كيو يعتبر منهج متكامل، منهج شامل لكل المواضيع اللي يحتاجها ويعمل فيها اخصائي الجوده. بالنسبه للجوليبيليتي ريكويرمنت، هل في متطلبات معينه على الشخص اللي حاب انه يدخل الاكزام؟ هل مثلا يشترط درجة علمية معينة؟ اي شخص عنده الرغبة وحاب انه يدخل الاكزام بامكانه انه يحجز، بامكانه انه يحضر الاختبار، سواء كان فيزيشن، سواء كان نيرس، سواء كان فارماسيست، لاب، تكنيشن، مجرد ان عندك الرغبة بإمكانك أنك تحجز وتدخل للإكزام. سبيتش كيو إكزام كونتنت أوتلاين، إيش المحتوى أو المواضيع اللي داخلة في الإكزام؟ هم قسموها على 4 دومين، كل دومين عليه عدد من الأسئلة يختلف عن الثاني. ما هم متساويين في عدد الأسئلة. أول حاجة الليدرشيب، وفي 35 آيتمز، كل ايتمز عليه سؤال وكل سؤال بدرجه، يعني 35 سؤال ب 35 درجه. مواضيع الليدرشيب من المواضيع المهمه جدا واللي نحتاجها في حياتنا الشخصيه قبل ما يكون هدفنا ان ناخذها او ندرسها علشان مجال عمل. كلنا نعرف اذا كان ما عندي ليدرشيب كوميتمنت، اذا كان ما عندي ليدرشيب سبورت تو كواليتي بروجرام، ما راح يكون عندي نجاح البرنامج الجودة. دعم وقناعة القادة مهم جدا في نجاح أي برنامج بالمنظمة. الدومين الثاني اللي هو Data Analysis، وهذا عليه 30 سؤال، وأي منظمة عندها الرغبة في تحسين أدائها، عندها الرغبة في أنها تتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة عندها، لازم يكون عندها information management،
لازم يكون عندها برنامج لإدارة وجمع المعلومات. إذا كان ما عندي برنامج لجمع وإدارة المعلومات، ما راح يكون عندي برنامج للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في المنظمة. الدومين الثالث اللي هو البيرفورمانس امبروفمنت، تحسين الأداء، وهذا هدف أي منظمة إنها تحسن من أدائها. البيرفورمانس امبروفمنت عليه 40 سؤال، وممكن يكون هذا أصعب دومين على اللي يبغى يدخل الإكزام، وعليه 40 درجة، يعني أكثر الأسئلة راح تكون على البيرفورمانس امبروفمنت. المواضيع اللي داخله في البيرفورمانس امبروفمنت ممكن ان نحتاجها بشكل عملي اكثر. نجي على الدومين الرابع، وهو اقل اسئله عليه، اللي هو البيشنت سيفتي، وهذا عليه 20 سؤال. لكن مهم جدا ان نركز على الفور دومين، ما نقول والله دومين البيشنت سيفتي عليه عدد أسئلة أقل فأنا ما أركز عليه. اللي يحضر للإكزام المفترض إنه نحاول إن نركز على كل الدومين، نحاول إن نكسب كل الدرجات في كل دومين، نحاول إن ما نخسر أي درجة. بالنسبة للأسئلة هي عبارة عن 140 سؤال، كلها multiple choice، مقسمة قسمين. أول حاجة 15 سؤال بري تيست، أسئلة تجريبية، وهذه ما هي داخلة من ضمن الأسئلة اللي عليها درجة في الاختبار. ال 125 المتبقية هي اللي محسوب عليها سكور، يعني راح يكون درجة الاختبار من 125، ما راح تكون من 140. السؤال، هل نجاوب 125 سؤال بس، والله راح نجاوب على 140 سؤال كاملة؟ لازم ان نجاوب على 140 سؤال كاملة، لان الاسئلة 15 ما هي واضحة او ما هي محددة بالنسبة لنا، وما هي معروفة اي سؤال هو اللي بريتست. الاسئلة التجريبية هدفهم فيها انها تكون تجريبية في اختبار معين، وتكون أسئلة عليها درجات في الاختبار اللي بعده. طيب، بالنسبة للباس سكور، كم درجة النجاح؟ هي تتفاوت، لكن بشكل عام تقريبا من 88 إلى 95. يعني أنا محتاج أجاوب تقريبا من 88 إلى 95 سؤال من أصل 125 سؤال. بالنسبة لطبيعة الأسئلة أو كيف راح تكون شكل الأسئلة، الأسئلة مقسمينها ثلاث أقسام. أول حاجة اللي هو ريكول، الثاني شيء اللي هو أبليكيشن، ثالث حاجة اللي هو الأناليسيس. أناليسيس يجيك يقول لك بصفتك والله كواليتي بروفيشنال، أخصائي جودة، هذه بيانات الاقسام، هذه بيانات خليني اقول الانفكشن ريت في الاي سي يو، هذه بيانات الانفكشن ريت في الاي ار، هذه الانفكشن ريت في قسم العمليات، ومحتاج انك تساعدني في تحليل البيانات، ومحتاج اني اتوصل لنتيجه معينه عن البيانات هذه. نجي على القسم الثاني اللي هو 23% ريكول. هذه أسئلة مباشرة ما فيها فلسفة، إذا كانك عارف المعلومة وحافظها تجاوب مباشرة. القسم الثالث اللي هو الابليكيشن، عبارة يعطيك سيتويشن معين ويطلب منك انك تتخذ اكشن معين. يعني مثلا يجيك يقول لك والله بصفتك أخصائي جودة، انا عندي في قسم خليني اقول الميل سيرجيكال، فيه نيرس معين ما يعمل تنفيذ للفيزيشن اوردر، وجاء الفيزيشن هذا
وجاء لك بصفتك اخصائي جوده واشتكى لك من النيرس هذا، فهو يعطيك خيارات معينه يبغى يشوف مدى يعني ادراكك وكيف راح تتصرف، ويعطيك خيارات. مثلا والله يقول لك انك تروح انت بصفتك اخصائي جوده تروح لرئيس التمريض مثلا، وتروح بالنيابه عن الدكتور وتتكلم مع رئيس التمريض مباشرة وتحكي له الموقف كامل، أو يعطيك موقف ثاني أو يعطيك إجابة ثانية إنه والله إنه إنك تعمل زيارة للقسم وتشوف وجهة نظر الأطباء الثانيين اللي شغالين في القسم، ممكن إنه والله يكون يعني مشكلة الممرض والطبيب هذه تكون إنها مشكلة شخصية، ممكن يكون سلوك الممرض مع باقي الأطباء ما يكون إنه مثلا اتخذ نفس السلوك. يعطيك أكثر من خيار، فهو يعني يبغى منك إنك تختار إيش الحل الأفضل من ضمن الخيارات. السبيتش كيو اكزام كونتنت اوتلاين مهم جدا، أي شخص قبل ما يستعد للاكزام وقبل ما يدخل للاكزام انه يكون عمل داونلود للفايل الاكزام كونتنت اوتلاين، طبعا موجود هو على موقع ال NHQ. ميزه اول هدف من الكونتنت اوتلاين موضح فيه كل التفاصيل اللي هتكون داخله في الاختبار، يعني مثلا عند الليدرشيب محدد لك انه في 35 ايتمز، طبعا الايتمز هذه لازم ان نقراها ونتاكد ان فهمناها واستوعبناها، لان الاسئله راح تكون كلها تدور حول الايتمز اللي موجوده تحت كل شابتر او كل دومين. الملف الثاني اللي مهم جدا ان نعمل التحميل اللي هو الانترناشونال كانديديت هاند بوك، هذا متوفر فيه كل المعلومات اللي تحتاجها، بداية من التعريف بالشهادة لين حتى بعد الحصول على الشهادة، كل ما تحتاجه عن شهادة السبيتش كيو تحصله موجود في الـ International Candidate Handbook. مهم جدا ان نعمل له تحميل، ومهم جدا ان يكون ان اطلعنا عليه قبل ما نبدا مذاكره. بالنسبه للفيز، الرسوم احنا طبعا نتكلم على الانترناشونال، بالنسبه للي عند اللي يكون منبر في ال NHQ هيكون 473 دولار، وبالنسبه للنن منبر هيكون 539 دولار. طبعا الرسوم ما هي ثابتة، اتذكر انه كان العام الماضي واللي قبله كانت اقل من السنة هذه. جمعنا معلومات وعرفنا ايش هي شهادة السبيتش كيو، الان قررنا ان ندخل ونحضر الاكزام، ايش المصادر اللي تساعدني اني اجتاز الامتحان؟ حقيقة المصادر كثيرة، لكن نتكلم عن أهم مصدر أو أهم مصادر. أول حاجة كتاب جنت براون، وآخر نسخة منه اللي هي نسخة 30، وقبله نسخة 29، لكن سواء كانت نسخة 29 أو نسخة 30 بإذن الله أي نسخة تغني عن النسخة الثانية، لأنهم تقريبا نفس المحتوى. المصدر الثاني وهو صادر من ال NHQ من نفس الجهة اللي مسؤول عن الإكزام اللي هو الكيو سولوشن، وميزة الكتاب هذا إنه مقسم على 4 سكشن بنفس طريقة وآلية الاختبار. الشيء الثالث اللي إحنا نحتاجه اللي هو حل الأسئلة. طيب بالنسبة للكتابين،
نبدأ، هل نبدأ في جنت أو نبدأ في الكيو سولوشن؟ طبعا حسب، وأكثر وأغلب اللي دخلوا اكزام دخلوا أو أنه اعتمدوا بشكل أساسي على كتاب جنت براون. لكن بوجهة نظري الشخصية، هي على حسب الشخص وعلى حسب فهم الشخص. يعني أحيانا مثلا شخص والله ممكن كتاب جنت ما يناسبه الطرح أو طريقة العرض اللي موجودة فيه، أو العكس. لكن برأيي وبوجهة نظري أنه نعتمد كتاب جنت براون يكون هو المرجع الأساسي في الإجزام، في حالة كانت فيه نقطة ما هي واضحة، أو في جزئية في الإجزام ما هي موجود أو ما تطرق لها كتاب جنت، ممكن في اللحظة هذه أني أستعين بكتاب الكيو سولوشن. هذه نقطة. النقطة الثانية، أحيان مثلا شخص والله عنده وقت كافي وما هو مستعجل على الإجزام، ويقول والله أنا أبغى أقرأ من المصدرين. باللحظة هذه بالعكس، هذا يعني شيء جميل جدا ورايح يثري معلوماته، لأن كل ما قريت أكثر وكل ما كان عندك اطلاع أكثر كل ما كان عندك قوة علمية. لكن في نقطة حاب أنبه عليها، أحيانا لما يكون لك أكثر من مصدر ممكن يسبب لك تشتت، خصوصا لما تكون في البدايات. بنفس الوقت أحيانا ما يكون عندك وقت كافي أنك تقرأ من المرجعين، فأحيانا يعني ممكن تفوت جزئية أو تعدي جزء من المنهج بسبب أنك متشتت بين مصدرين. فلذلك أنا أقول كل شخص يحدد مرجع أساسي له في المذاكرة، وممكن يخلي أحد الكتب هذه أن يكون مرجع ثاني له إذا كان يحتاج إيضاح أو معلومة ما هي موجودة. نجي على الأسئلة. حقيقة الأسئلة كثيرة، بإذن الله في المحاضرات الجاية وبالفيديوهات الجاية راح نتكلم أكثر تفصيل عن موضوع الأسئلة. لكن بوجهة نظري أنه الأسئلة، أنه يعني في البداية ما نتشتت ونروح نجمع كل الأسئلة اللي موجودة واللي متوفرة وبكل المراجع. بالبداية أنا أشوف أنه أسئلة المك، وهي طبعا هي أقرب الأسئلة يعني بطبيعة الاختبار، هذه أهم حاجة نطلع عليها. فيه أسئلة حقيقة الأخوان عملوا مذكرات وجمعوا فيها أفكار، وراح يعني تفيد أي شخص يبغى يدخل الاختبار، فممكن أن نطلع عليها وراح نتكلم عنها بإذن الله بالفيديوهات الجاية. لكن بالنسبة للأسئلة، مهم جدا أن نكون فاهمين وعارفين يعني المعلومة اللي موجودة في السؤال. فهم المعلومة هو الأهم، لأن أحيانا الحفظ أو الشخص اللي يعتمد على الحفظ ممكن في الاختبار أنه كلمة تغير مجرى السؤال كامل، وهذا شيء يعني واقعي وممكن كلكم شفتم أو مريتم بنفس التجربة. فمهم جدا موضوع الأسئلة أن نفهم الأفكار اللي موجودة في السؤال. بإذن الله المصادر هذه، وإذا كان اعتمدنا على الفهم سواء في المنهج أو في طريقة حل الأسئلة، بإذن الله إنها كافية وكافية إن نجتاز الامتحان. الآن نبغى نحجز للامتحان. طبعا نصيحة، لا تحجز للامتحان إلا وأنت تكون جاهز. يعني جرب نفسك في الأسئلة، شوف مدى فهمك وانت تحل الأسئلة. كل شخص ترى يعرف انه يقيم نفسه من خلال حل الأسئلة،
فلا تستعجل وتحجز وانت لسه باقي لك يعني جزء من المنهج، لان احيانا ممكن نحجز يعني ما نعرف ايش الظروف، ما نعرف ايش اللي يصير، فقبل ما نحجز لازم ان نكون كملنا المنهج. الشهادة باذن الله راح تحصل عليها ما دام عندك الرغبة، وما دام انك مصر على انك تحصل على الشهادة. فلا تستعجلوا لا تستعجلوا، أهم نقطة الفهم، أهم نقطة أنك تكون عارف المعلومة على أساس لما تيجي وتطبق في حياتك العملية يكون أسهل عليك، وراح يعني تكون أو تختلف عن الشخص اللي دخل للاختبار وهو حافظ حفظ ما هو فاهم فهم. طيب بالنسبة لطريقة الحجز، أول حاجة ندخل على موقع ال NHQ بإذن الله. في السلايد الجاي راح نقول لكم كيف، لكن في نقطة مهمة. طبعا في حاجة اسمها الإكزام ويندو، هذه الفترة اللي نختبر فيها. في حاجة اسمها الأبليكيشن بيريود، هذه الفترة اللي يسمح لك إنك تقدم فيها وتحجز اختبار. طبعا هي 4 مرات في السنة. طيب إذا حبينا نحجز الإكزام، أول حاجة ندخل على موقع الـ NHQ، والمفترض يكون كل شخص عنده أكاونت في الموقع هذا. نختار سيرتيفيكيشن، بعده أبليكيشن. راح يجيني خيارين اللي هو تيستينج ان يونايتد ستيت وتستنج انترناشونالي. طبعا بالنسبه للتستنج ان يونايتد ستيت، هذا خاص بالاشخاص اللي حابين انهم يدخلون الاكزام في امريكا، لكن احنا نختار الخيار الثاني. بعدها هيجيك لينك فيه موجود اللي هو الانترناشونال هاند بوك، وهذا يعني انا كلمتكم قبل انه مهم جدا اي شخص انه لازم انه يعمل داونلود للفايل هذا. فنختار ابلاي ناو. بعد ما نختار ابلاي ناو، المفترض انه تلقائي انك تكون دخلت من حسابك الاساسي، ورايح يعني تجيك العمليات الدفع تكمل دفع الرسوم. بعدها هيجيك ايميل، هيجيك فيها اللي هو eligibility confirmation اللي هو تأكيد الحجز، ورايح يطلب منك أشياء إنك ترسلها على الإيميل هذا اللي هو الجهة اللي خاصة في تنظيم الاختبار الـ AMB. طبعا هو محدد لك الأشياء اللي هو محتاجها. طبعا بإذن الله بعد ما ترسله ويتأكد الحجز وتختبرهم، بعدها بإذن الله انه رايح يعني انه اقول لكم الف مبروك، وباذن الله ان الكل يجتاز الامتحان. اتمنى اني قدمت معلومات سهله وسريعه، اتمنى ان الكل يعني استفاد او انه عرف معلومات عن اهم الاشياء اللي يحتاجها في التحضير للسبت جي كيو. باذن الله ان نلتقي فيكم في محاضرات جايه، ونستودعكم الله.